طيب قبل ما نتكلم في الجزئيه دي هروح بس بسرعه اخد كابتن شريف او كابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. يا كابتن رؤوف مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله 100 100. بحييك وبحيي كابتن امير معاك. اهلا بيك. طبعا في البدايه يعني عايز ابارك لك على اعتماد لائحه النشاط الاساسي من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وده اكيد كان شيء مهم جدا في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الاخير، وبالتالي اكيد في امور كتير هتكون مهمه ومفيده بالنسبه لكم خلال المرحله المقبله. كابتن رؤوف، يعني الحقيقه طبعا الاعتماد امبارح يمكن نهايه رحله طويله خدت ما بين حوالي 5 6 شهور. اعداد اللائحه ما كانش موضوع سهل طبعا. بدأنا بخطوات ان احنا يعني الفرق الرياضيه كلها المديرين الفنيين ورؤساء الاجهزه بعتنا لهم، كان في لائحه موجوده او احنا ما بنسميهاش لائحه حقيقه، احنا بنسميها القواعد العامة المنظمة للعمل تمام لإدارة النشاط الرياضي، لأن لا يجوز إن النادي يكون ليه أي لائحة غير اللائحة الأساسية اللي إحنا اعتمدناها في الجمعية العمومية اللي فاتت دي. طبعًا. فبالتالي إحنا بنسميها طبعًا القواعد العامة. تمام. في القواعد العامة اللي هي كانت سابقة كل الأجهزة الفنية، المديرين الفنيين ورؤساء الأجهزة عملوا لنا الملاحظات اللي على اللائحه القديمه، نرجع نغلط تاني ونقول لا واخد بالك يعني مش مشكله مش مشكله اتفضل. جمعنا هذه الملاحظات كلها وفلترناها وابتدينا العمل. الحقيقه لازم اذكر اعضاء اللجنه اللي كانت مكلفه بهذا الملف طبعا باعداد هذه القواعد، نائب رئيس النادي معالي الوزير العام فاروق واخويا الدكتور سامح حمدي بالاضافه ليا انا. يعني احنا الثلاثه بصفه اساسيه معانا طبعا المدير المالي الاستاذ عماد حلمي ومدير المراجعه الاستاذ طارق. تمام. بالاضافه الى اداره النشاط الرياضي متمثله بالنائب دكتور ياسر مصير والدكتور ياسر عبد العالي. اول حاجه عايز اقول ان تعتبر اللائحه يعني نقله نوعيه، لان يعني كان في اكثر من لوائح سابقه على مدار السنين، يمكن دي اختلفت شويه. ليه؟ اختلفت في طريقه العرض، طريقه التنظيم بتاعها. تمام. من ناحيه اللائحه كإخراج يعني وتقسمت فصول، يعني بقى في فارس وفصول وابواب، وبالتالي خصصت لكل حاجه باب معين. ابتديناها لاول مره ان احنا نحط الهياكل التنظيميه لاداره النشاط الرياضي بالكامل وللاجهزه الفنيه، يعني كل جهاز الهيكله بتاعته يعني ابتداء من مدير الجهاز او رئيس الجهاز او مدير فني انتهاء يعني اصغر عامل موجود في الجهاز. تمام. بعد كده حصل توصيف للوظائف، بمعنى كل وظيفه موجوده سواء في الاجهزه الفنيه او النشاط الرياضي يتم توظيفها والشروط الواجب توفرها والواجبات بتاعتها. بعد كده انتقلنا للاجزاء الماليه اللي تخص كل صغيره وكبيره بخصوص المرتبات، بخصوص المكافئات، بخصوص الخصومات، بخصوص العقود. تمام. كان باب طويل جدا يشمل برضه كل صغيره وكبيره بالنسبه لعقود جميع اللاعبين واللاعبات. يمكن اللائحه الجديده شملت فئات كثيره لم يكن لها عقود في السابق. اتكلمنا برضه في الاكاديميات والمدارس. تمام. اول مره استحدثنا بجانب الاكاديميات الخاصه بالنادي اللي هي داخل اسوار النادي اللي بتخدم اعضاء النادي. انطلقنا باذن الله لعمل اكاديميات خارج اسوار النادي وتجول. ده اعتقد شيء مهم جدا يعني هيعود بالاضافه على النادي، وخصوصا ممكن من خلال الاكاديميات دي تقدر تضم عناصر جديده للنشاط الرياضي. يا كابتن رؤوف،
اكيد طبعا ده ده بالاضافه يعني يبقى تواجد النادي في جميع محافظات مصر باذن الله. تمام. فده بالاضافه ان يمكن اللوائح السابقه كانت بتبقى شامله، يعني بتبقى شامله جميع الالعاب، لكن يمكن احنا عملنا فصل لكل لعبه ليها ظروفها الخاصه. هتلاقي العاب المضرب اتقسمت الثلاثه بكل تنس طاوله وتنس وسكواش، كل لعبه من دول كان ليها نصيب لوحدها بلائحه خاصه بيها بظروفها. الالعاب الاخرى الجماعيه، العاب الماء والالعاب الفرديه الاخرى. تمام. الحقيقه مجهود كبير جدا، مجهود كبير بصراحه يا كابتن رؤوف، ودايما بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله خلال المراحل المقبله. واكيد كان شيء مهم جدا ان احنا نطمن من كابتن رؤوف عبد القادر، بشكره طبعا شكرا جزيلا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وكمان بعد اعتماد اللائحه الخاصه او قواعد والاسس الخاصه بالنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي، ده كان شيء مهم جدا. معلش يا كابتن امير، كان لازم نتطرق